بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم ورد، مساءكم عراق، مساءكم محبة نابضة بالجمال. أهلا ومرحبا بكم في خيمة اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين في النجف الأشرف في عصر كل يوم جمعة. نلتقي بهذه الوجوه المشرقة، النخب الثقافية، المحبين للكلمة الحرة الشريفة، وأنتم تزهون بحضوركم البهي هذا. في البدء نرحب بشبابنا الأحبة الورود الخمسة الذين يدخلون لأول مرة في قاعة اتحاد الأدباء، وهم من المتفوقين من طلاب المعهد القضائي الفني في النجف الفني. أهلا ومرحبا بهم. إذن نحن في هذه الجلسة هذا المساء سنلتقي بناقد وشاعر ومثقف ومتنور وإلى آخر الواوات من الحداثة الأدبية. عاصر الحداثة منذ أكثر من 30 عاما، وخادم هذه المنصة قد التقاه قبل أكثر من 35 عاما، وكان جاري في منطقة الجديدة، وعلى يديه كتبت ملحمة الطويلة عن عطية والحصان. أهلا وسهلا، منصة اتحاد الأدباء ترحب بالناقد والأديب الأستاذ ظاهر حبيب. وفضل أستاذ ظاهر، أهلا وسهلا. سيتحدث الأستاذ ظاهر في موضوع حقيقة موضوع مهمة جدا في السرد الروائي، وهي الغرائبية في السرد. والواقع الغرائبية ومصطلح جديد تناولته أقلام النقاد البنيويين الحداثويين في مجمل ثقافة عالمنا المعاصر. اليوم الحبيب الأستاذ ظاهر حبيب سيطفي ملامح على هذا المصطلح ويشرحه بالتفصيل بين حضراتكم. منصة اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف ترحب بالناقد الأستاذ ظاهر حبيب. شكرا جزيلا أستاذنا العزيز الشاعر أستاذ مهدي شعلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحقيقة موضوع الغرائبية في الأدب من المواضيع المهمة التي تتعلق بكل ما هو يتقوم على كسر ما هو تقليدي وما هو يتأسس على رتابة معينة. في الأدب العربي موجود هذه الغرائبية، قد نلتمسها في قصص ألف ليلة وليلة، دليلة والزيباق، الشاطر حسن، لكنها لا تتوخى، لأن لا تتوخى تلك الحالة أو الخصيصة التي تمتاز بها الغرائبية والعجائبية في الأدب الحديث، وخاصة الأدب القوطي في أوروبا. هذا الأدب يتقوم على أساس خلق نوع من الرهبة والخوف والقلق. الفضاءات اللي يتقوم عليها الأدب الغرائبي فضاءات تتأسس على الخوف والهواجس العنف والقلق، بعكس ما اعتدنا عليها وقرأناه في الأدب العربي ألف ليلة وليلة، قصص الجن والخيال.
فيها نوع من الرعب الشفيف البسيط الذي يأتلف معه القارئ، لكنه الأدب الحديث الغرائبية أو العجائبية هي كسر لهذه التواترات وخلق عوالم فضاءات، كأنما القارئ يشاهد أفلام رعب كما يشاهد فيلم رعب. يعرف فرويد الغرابة بأنه مفهوم ملتبس يخلط بين المألوف واللا مألوف، فهو يقول حالة انفعالية إحساس وخبرة جمالية. من تتأتى الغرابة؟ من خبرة جمالية تأسست على مثيرات الخوف والقلق، فلا يتأتى الغرابة من الشيء المألوف والعادي. فعندنا في الأدب هناك عوالم مألوفة وعوالم غير مألوفة. البيت عالم مألوف للبطل، الشارع، الجيران، لكن هناك عوالم غير مألوفة، عوالم المستشفيات مثلا، السجون، المقابر. يقول فرويد نستطيع أن ننتقل إلى عالم الغرابة، كيف؟ عندما لا نستطيع أن نميز، يعني بحيث نجعل القارئ نحن كسراد وكتاب لا يميز بين ما هو واقعي وما هو خيالي، يعني يفقد هذه عملية البوصلة. عملية اللاتحديد تجعله يدخل منطقة العجائب والغرائب، ويكون هذا العجز متأسس عندما ينتقل البطل من عالم المألوف في ويصبح في إطار اللا مألوف، مثل ما ينتقل البطل في مقبرة في عالم موحش، أو عندما نشاهد حتى في هذه الأفلام الرعب، يعني البيت، يعني الأدب القوطي يسموه الرعب القوطي، دائما يتأسس على الغرائبية والمجهولية والخوف والقلق، دائما كأنما تشاهد أفلام مخيفة مرعبة، يؤكد على خصيصة خلق هذه النوع، خلق عالم الرعب، ولا يمنحك نوع من الدفء والسكينة، دائما يجعلك تعيش في عوالم ما مألوفة. الفلسفة التي تنادي بها القوطية أو النزعة القوطية، الاتجاه القوطي في حتى في العمارة، يعني هذا اتجاه حصل في أوروبا في إنجلترا 1764، صار اتجاه للمثيرات الرعب، العمارة المثيرة للغموض والخوف. الاتجاه في الأدب السرد ينحى القصص نحو مثيرات الخوف والقلق. هناك فلسفة أنه ليس هناك ثقة في هذا العالم، العالم يتأسس دائما على اللاعقلانية، على الوحشية، على الغربة. هذه ثقافة هي كانت في تضادت مع يعني الثقافة اللي أسست إلها بعد ذلك الكلاسيكية الجديدة التي تتوخى التنوير والعقلانية. دائما الاتجاهات الغرائبية والقوطية تؤسس على لحظة مفارقة للواقع، على لحظة تجعل القارئ يكون في مع عوالم المجهول، يكون في مع عوالم اللا معنى. هناك علاقة بين الشيء أو تضادد نقول بين الشيء الجميل والشيء الجليل. هناك مصطلحات: الجليل، الغرابة، العجائب. الشيء الجليل يتعلق بشيء مخيف، مقبض، مدهش، لكن إدهاش يثير الرعب، يثير القلق. في الشيء الجميل يعني اللي عندنا معه تجربة جمالية في اللوحة الفنية، في الرواية، في المعزوفة الموسيقية الرائعة التي تجذب النفوس، هناك شيء يعني لماذا نحن نندهش ونتماهى؟ لأن هناك شيء يتماهى مع ذائقتنا الجمالية من خلال اللون، الشكل، الحركة، أو ما يسميه كانت يسميه الغائية الموجودة في شيء. أكو شيء، أكو غائية موجودة فيه. يقول هذه الغائية حتى لو لم تكن غائية ذات نفع، لكنها غائية تحقق نوع من التجربة الجمالية غير مقلقة، يعني لا تثير القلق. لكن العمل الجليل عمل يثير القلق، يثير التساؤلات،
يثير يدخلنا في تجربة لا نستطيع التنبؤ بمدياتها، أما تجربة جمالية لنا خبرة سابقة معها نستطيع تنبؤ بحيثياتها في توجهاتها وهكذا. في الجميل ثمت نظام يمكن تحديده أو التنبؤ به، ثمت ثبات نسبي في الأشياء الجميلة، اللوحة الجميلة، الاتساق باللوحة يعني حتى أبعادها ألوانها توحي لك بشيء من الطمأنينة. لكن هناك لوحات مثل لوحات بعض اللوحات الهندسية الصادمة والحادة مثل التكعيبية في الوحشية تعطيك تناقض بالواقع، هي تريد توصل لك رسالة بأن نعيش في عالم سوداوي أو نعيش في عالم متقاطع أو نعيش في عالم متعدد الرؤى. أنت تراني من زاوية محددة، الأستاذ يراني من زاوية أخرى، الأستاذ يراني من الأستاذ اللي جنبي يراني، هناك تداخل. هذا التداخل تخلق لحظة جمالية واحدة لكنك لا ترصدها إلا من زاويتك، زاوية محددة. أنت تعيش تجربة جمالية محددة من وجهة نظر واحدة، والأستاذ يعيش معي تجربة جمالية مختلفة وهكذا. فالخبرة خبرة جمالية في العمل الجليل مثيرة للقلق وفق كانت، كما يقول كانت يقول هذا إحساس بالجليل يوفر لنا خبرة جمالية لكنها خبرة غير سارة غير ممتعة كما تقدم لنا التجارب الجمالية المألوفة، تقدم لنا خبرة جمالية مألوفة وممتعة وسارة. أما التجارب الجليلة لأننا لا نستطيع أن نتنبأ بمدياتها، وكذلك خيالنا عاجز عن فك شفراتها. هي وين يخليك يعني الكاتب اللي يكتب بالغرائبي يضعك في لحظة مفارقة، لا تستطيع أن تفكك الشفرات، لا تستطيع أن تفهم أو تتعاطى مع الرسالة، دائما يدخلك في عوالم عجائبية غرائبية قد تنصدم بما ستقول له السرديات في هذه الرواية وفي هذه القصة. الجلال يرتبط بمصادر خارج الذات، يعني الإنسان لم يتعود عليها. الغرابة ترتبط بعوامل وعناصر داخل الذات وخارج الذات، تتصل بتجربتنا السابقة بعوالم الطفولة بنشأتنا بالمحيط بالبيئة. فهذه الغرابة لها علائق بتاريخ الشخصية تاريخ القارئ. يذكر فرويد يمكن إنتاج ذكرت هذه الأثر الغريب عندما يضطرب التمييز بين الواقعي والخيال. يقول كذلك فرويد الغرابة هي الشيء المظلم في تجاربنا الحياتية وحتى في التجربة الأدبية والتجربة الفنية، وهذه التجارب أهملتها النظرية الجمالية. فإحنا ليش نأكد عليها؟ وهذه لأنها مهملة مسكوت عنها، تتعلق بالتجارب المأساوية للشخصية وتتعلق حتى بالتجارب الشخصية للقارئ. القارئ عندما يقرأ هكذا نصوص أدبية أو روايات تستفز هذه الأحداث، دائما توغل في ذاته وتفجر نوع من التساؤلات مع هذا النص الجديد. تودوروف يقول عن العجائبي يتعلق بنوع من القلق، والعجائبي هو كذلك الغرائبي، يقول يتعلق بنوع من القلق الوجودي، قلق المصيري، وكذلك هو يمنحنا بعدم الشعور بالراحة. دائما الأبطال اللي تناول هذه العناصر الشخصيات تجدها لا تشعر بالراحة، لا تشعر بالاستقرار، هناك ثورة دائمة، هناك اضطراب دائم، هناك عدم اتساق. كذلك يقول دوستويفسكي ينبغي أن يكون الغرائبي شديد القرب من الواقع، يعني لا نخلي حد فاصل وقمعي بين الواقع والمتخيل، لأن الخيال الحقيقي ينبغي أن لا يكسر حالة التوجس والشك والقلق، دائما لا يكسرها. يقول إذا كسرناها فإحنا كسرنا قانون الاحتمالية، لازم أكو عندنا قانون الاحتمالية أنه القارئ
عندما يقرأ هذه القصة أو الرواية يتماهى معها ومع الأبطال أنه هذه قصة أما حدثت أو أنها أحداثها محتملة الوقوع. هذه إنها إذا كانت محتملة الوقوع فهي تتوسط هذه الحالة العجائبية المقبولة، وهناك نوع من التواطؤ يقول بين القارئ وبين المؤلف على أن النص هذا الإبداعي في حالة تجاذب، هو في حالة تطور ونمو. لماذا؟ لأننا لم نكسر هذه الحالة من الشك والريبة والقلق. هذه الحالة هي تخلق لنا عملية التواصل الدائم بين القارئ وبين النص الإبداعي. خير ما جسد الغرائبية والعجائبية في أوروبا، لأن الرواية هي بنت المدينة الأوروبية. يعني إحنا مرات يصير عندنا جدل، عندنا روايات وعندنا التجربة السردية وعندنا كذا وكذا. يا أخي العزيز، صحيح عندنا ألف ليلة وغلية، بس هذه لا تنطبق عليها الشروط الكتابة الفنية والجمالية التي تتأسس عليها التجربة السردية. اليوم الأدب القوطي، يعني من كتب رواية قلعة أوترانتو هوراس والبول 1774، هو دائما انتمى لهذا الجو، انتمى لهذا المحيط. الأدب القوطي ركزنا على هذه الأجواء المضطربة، المدن الموحشة، الظلام، الخوف، القلق. دائما يصور فلسفة معينة بأنه الحياة فيها سوداوية وفيها قتامة. الأجواء اللي يسود التجربة القوطية في الأدب القوطي ويسمون الرعب القوطي، لأنك كل نص هو عملية رعب وقلق. لأن الأجواء أجواء موت ومقابر وأشباح واستلاب، والشخصيات الموجودة شخصيات سحرة ومصاصوا دماء وقتلة وشياطين، وهذه الفضاءات المرعبة هي توصلنا إلى التجربة الغرائبية حتى تخلق نوع من الدهشة. الأدب الغرائبي والعجائبي بالحقيقة راد يحقق نوع من الدهشة. هناك لحد الآن هناك من يرغب في مشاهدة أفلام الرعب، تعود على هذا الشيء. هناك فلسفة معينة يقول لك حتى الإنسان يكسر حاجز الخوف، يشاهد أفلام الرعب في البيت مظلم في غرفة مظلمة، يتعود على آلية كسر حاجز الخوف والقلق. حتى يقال إن الإنسان القديم حتى يتأسس عند تجربة وجدانية ويكسر حاجز الخوف كان يرسم على الكهوف والمغاور، يرسم صورة الأسود والتنين والأشياء اللي مرعبة اللي يخوف، ويقوم عملية قتلها، يعني يمارس عملية القتل في الرمح. لماذا؟ هذه فلسفة يقال حتى ينتصر عليها مبدئيا فنيا جماليا، وتأتي بعملية الانتصار الواقعي بعد ذلك. فالإنسان يقال إنه يتدرج في عالم الطبيعة، كما أن الطبيعة تتدرج في تكويناتها، كما أن اليوم يتدرج من الفجر إلى الضحى إلى الظهر إلى هكذا. الطبيعة دائما تعلم الإنسان على التدرج في الأخذ، على التدرج في التماهي مع هذه الطبيعة. بالحقيقة كتابنا اللي يكتبون بالغرائبية تجد يعني رواياتنا يعني بالقصص تجد هناك نعم قصة قصيرة، لكن الغرائبية بمعناها اللي نجحوا بها الأدباء الأوروبيين في أوروبا لم نجد ذاك الاشتغال مثل على بالرواية العراقية بالتحديد. الروائية ما بعد 2003 انشغلت بالهم السياسي، بهموم التغيير، بهموم التحولات الاجتماعية الكبيرة، هموم الإنسان. يعني ما ركزت بين الإنسان ومضاداته. الأدب الغرائب يشتغل بين الإنسان ومضاداته، استنطاق الوحش داخل الإنسان. هناك وحش داخل الإنسان دائما يستنطق الأدب القوطي، يستنطق الأدب العجائبي، يخلق من عنده عفريت وشبح، يخلق من عندنا أشباح داخل يعني داخل هالسرد هذا وداخل هالروايات.
روائيين تعاملوا مع الواقع بواقعية ونجحوا إلى مدى معين، لأنهم كانوا بالحقيقة صدى متغيرات خطيرة وكثيرة نشأت في الواقع العراقي. أتمنى لا أطلت عليكم وأعتذر. شكرا جزيلا. شكرا. الحقيقة هذه الضحلة المختصرة والجميلة في هذا العالم العجائب الغرائب، أنا يشدني يعني في قراءاتي للأدب الأوروبي يعني نجد أن الغرائبية والعجائبية قد كتب فيها كتاب كبار في أوروبا، يعني في قبل أوروبا العصر الكلاسيكي أنه دوستويفسكي كتب بالغرائبية، إقبال كامو كتب بالغرائبية، جان بول سارتر كتب بالغرائبية والعجائبية، سيمون دي بوفوار كذلك كتبت بالغرائبية والعجائبية، مرورا يعني بالكاتب الكبير الذي حقيقة أذهل العالم في كتاباته في رواياته الستة دان براون في الحصن الرقمي والجحيم وكذا، مجموعة رواياته الستة الراقية جدا، وكذلك كتاب عرب جربوا في الغرائبية والعجائبية، كتاب جزائريين ومغاربة وتوانسة وحتى عراقيين. حقيقة أنه يعني العراقيين أعود إلى أنه أنا قرأت عدة روايات عجائبية وغرائبية للراحل الكبير الروائي الكبير أستاذ جاسم المطير الذي أنتج حوالي 35 عملا روائيا، وكانت أكثر رواياته هي طبعا سخرية، لكن السخرية تبدأ بالعجائبية والغرائبية، يعني السخرية قولبة الكلام، المصطلحات، الأسماء، تغيير الأسماء، إضافة أسماء تحكميات، يعني غرائبية وعجائبية بحيث يحيل للقارئ يعني اسم مقلوب ولكن هو يرمي الشيء. وحقيقة هذا المصطلح هو مصطلح حداثوي، وأفاض به حبيبنا وناقدنا الكبير الأستاذ ظاهر حبيب، أفاض ولو على عجل لكن أعطت صورة كاملة ومضيئة عن هذا الفن أو هذا المصطلح الأدبي. حتى في الشعر أيضا كتبوا الشعر الحداثة والعربي، أكثر شعراء وغرائبيون، شعراء عدة لا أريد أن أطيل، يعني أسماء عديدة كتبت في الغرائبية والعجائبية، أدونيس كتب في الغرائبية والعجائبية، محمد بنيس كتب الغرائبية والعجائبية، المنصف المزغني كتب التونسي شعرا يعني، وهكذا. فأنا طبعا لا أريد أن أخذ مكان المحاضر، ولكن أقول شكرا جزيلا لنادي السرد بحضور زميلنا وحبيبنا الأستاذ الناقد الدكتور مصعب زبيبة وأستاذنا الروائي الكبير محمود جاسم عثمان. حقيقة هذا نادي أعطى زخما كبيرا للعمل الإبداعي في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف الأشرف منذ تأسيسه وحتى يومنا هذا. والواقع أنا أشد على أيدي حبيبنا الأستاذ الدكتور مصعب زبيبة لا ضير ولا غير، أنه من مصعب زبيبة هو نجل الكاتب الروائي الكبير أستاذنا وحبيبنا الأستاذ أبا ربيع السيد مكي زبيبة. شكرا جزيلا للأستاذ الناقد ظاهر حبيب، أن نقول لكم شكرا لكم، أنتم دائمي الحضور، ومرة ثانية شكرا لقضاة المستقبل الخمسة الشباب الحلوين الذين يدخلون إلى هذه القاعة من طلاب المعهد الفني القضائي في النجف الأشرف، والذي حقيقة أتوا بمعية محب الثقافة ومتطوع الكتب القاضي مستقبل السيد حسين الجابري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.